العود من أقدم الآلات الموسيقية الوترية اللي عرفها العالم يمكن قبل الميلاد ب3000 سنة. كل بلد بتتميز بشكل العود بتاعها وربما عدد أوتاره كمان، لكن الشكل المتعارف عليه إنه صندوق من الخشب شبه الكمثرى وأوتاره مشدودة على رقبة العود. بتعتمد الآلة في إصدار الصوت على النقر بالريشة على الأوتار، بيظبط نغمتها بشكل صريح، مفاتيح ضبط النغمات. العود بيتصنع من أنواع كتيرة من الخشب، أهمها وأشهرها المجنة والجوز والصندل، بعد ما بتكون عبارة عن كتل خشبية تتشكل على النار وتتجمع في قالب على هيئة أضلاع قبل ما تاخد الشكل النهائي وتتصنفر ويركب لها الوش وتدهن قبل المرحلة الأخيرة وهي تركيب الأوتار. أعرف حضرتك بقى على ماريو. أهلاً، ازيك يا ماريو؟ ازيك يا ماريو؟ أنا شفت لك فيديو صغير وأنت صغير جداً، وقالوا إن أنت أصغر صانع عود. أيوة، أصغر صانع عود، وهو عنده 6 سنين كان بينزل يهزر معايا وكده، وبعدين ابتدى يصنع عود. صنع عود لنفسه. وانت لسه بتشتغل في نفس المهنه يا مان؟ لسه بشتغل في نفس المهنه. انت في كليه ايه؟ انا بدرس هندسه في الجامعه الالمانيه، وقدامي الكارير مفتوح قوي، بس يعني اخترت ان انا اكمل هنا لانه الحاجه اللي احنا بنعملها هنا مميزه جدا، مش كثيره، والتاريخ بتاع العيله مخليني مميز اكتر، والشغل الهاند ميد بيخليك تحس انك بتعملي حاجه فعلا مختلفه عن اي حاجه فيها تكنولوجي. فهمني من فضلك يا استاذ موريس، كاني انا ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش حاجه. اوكي، ايه مراحل تصنيع العود ده؟ ايه يعني ايه نوع الخشب بتاعه؟ العود بيتعمل بكذا على كذا مرحله. ده مثلا ايه؟ ده ظهر العود. ده ظهر العود اللي بيتعمل، بتسمى القصعه. اللي ورا حضرتك ده وش العود. ده وشه. يعني انت بتبقى رسمه كده، اللي هيركب بقى على القصعه. اللي هيركب على القصعه ديت. ايوه، فبيبقى وبيتسقط بقى طبعا في اللطقم بتاعتها، المنظر الزخرفي دوت، والفتحات اللي هي بيطلع عن طريقها الصوت بتاع العود. الحاجات الزخرفيه دي بتبقوا جايبينها جاهزه؟ لا، انا عندي كل الصنايع، احنا كل حاجه بتعمل هنا. ممكن اشوف القصعه دي؟ القصعه دي بتبقى انواع. القصعه دي بتبقى انواع دوت، مثلا القصعه ديت معموله من خشب الورد. دي معموله من خشب الورد. الله، يفرق ايه بقى يعني؟ هل في الصوت يفرق انواع الخشب؟ وخلقه ربنا حضرتك مختلفه، عامله زي الفاكهه بالظبط، فكل فاكهه ليها طعم، فكل خشبه ليها طعم معين في الصوت. فطبعا ده خشب الورد بيختلف عن خشب الابانوس، طبعه عود قوي باور، عايز واحد يكون على المسرح عشان يعزف عليه. في عود السنديان روزود بيبقى ليه صوت يعني شجن قوي. الجوز حتى ده كل خلقه ربنا استحاله تكون واحده يعني. طب ورقبه العود بتبقى مصنوعه من نفس؟ عباره عن ده البنجا، بنسميه البنجا. ده بيتخرم ويتحط فيه المفاتيح بتاعه العود. وده معمول بيبقى من نفس الخشب بتاع القصعه ولا مش لازم؟ الصوت بتاع العود لا، لازم كمنظر جمالي من بره. يعني ده مثلا، لا مش قشره، خشب سميك خشب. بس أيوة. رفيع. فبيتثبت ازاي بقى يا استاذ موريس؟ دوت طبعا دي مرحله من المراحل. بعد كده في مرحله تانية بتيجي بعد كده، ان احنا بنقوم مركبين مثبتين البنجا اللي هو بيركب فيه المفاتيح في الرقبه، وبعدين الجزء دوت بيسقط. دي طريقه من طريقه التثبيت، بنقوم مقطعين القصعه هنا اهوت، نشرين ديت، ونقوم مسقطين دي بحيث ان تبقى دي جزء ثابت مع ده. ينفع يا ماريو بقى نجيب واحد يبقى شكله مكتمل اكتر شويه نعرف نشرح عليه؟ الله، ده اسمه رقبه ثابته، بيجي القصعه الورده والرقبه حته واحده. وريني كده. بيساعد انه ايه الظهر الخرافي ده؟ ده صدف، ده لما قلت لحضرتك طبعا احنا بنستخدم كذا خامه. ده صدف ابيض بيجي من البحر الاحمر، وفي صدف عروسيك بيجي من اليابان يا اما من استراليا، وفي صدف ازرق اللي هو بيجي من نيوزيلندا. طبعا مطعم بالخشب ده زي عود فريد الاطرش. الظهر بتاعه كله مكتوب عليه موريس. موريس شحاته. موريس اودز. موريس اي كلاودز دوت كوم. موريس شحاته. ايوه. طب ما هو ده هيتغطى بالبتاع، مش هيبان. في فتحات اللي موجوده، الدوائر اللي بتطلع الصوت. اللي في الوش. بتطلع. هشوف منها. واي حد مثلا بيحتك باي حاجه بيقعد اول حاجه يعملها يبص مين الصانع من جوه. ربنا يخليك. طب انا عايزه اعرف حاجه، ايه يا ماريو اللي يميز عود حلو عن عود وحش؟ الصوت يطلع بيور هو اللي بيميز اي عود عن التاني.
مش يعني الشكل برضو بيميز، لكن الأهم هو الصوت. الشكل ممكن بعد كده نبتكر فيه براحتنا. أكتر وش ده بيتسمى إيه؟ الأصعب من بره لما بتزخرفوها كده بيبقى اسمها إيه؟ أصعب برضو. الأصعب المزخرفة دي. أكتر أصعب أنت بتحبها إيه؟ يعني أكتر شكل العود من بره إيه؟ بس هم كلهم يعني زي ولادنا كده، ما تقدريش تقول يعني احسن من برافو عليك، يعني اجابه صحيحه مليون في المية. ده انت محفظه ومزغطه بامانه حب في الحاجه فعلا. بصي هم الاعواد بنسميهم ولادنا، انت بتنتجي دي بنات افكارنا، يعني انت ما حدش ما بيحبش يعني بنته. العود اللي سمعت انه ظهره زحلفه ده ما بتحبه برضه؟ طبعا طبعا، ده من اجمل يعني اجمل اشكال بتتعمل على الزحلفه الغلبانه دي. الزحلفه انا طبعا ضد اي حاجه بشتريها طبعا. في حاجه اسمها رفق بالحيوان، ففي فتره معينه البحر بيجيب بطنه في النوى والكلام ده، فبيطلع الحاجات الميته زحالف وغيره، بيطلع ميت من جوه فبياخدوها مش انا طبعا، ويبتدوا يفصلوها وكده. انا باخد رق رفيع من الظهر بتاعه ده، بلزقه على الظهر العادي الخشب واحط تحتيه ورق ده، بيبان منظر جمالي غير طبيعي، منظر مش طبيعي يعني. طبعا استخدمت طبعا خامات كتير، استخدمت الذهب والفضه في تصنيع العود، استخدمت يعني يعتبر اول واحد استخدم الفضه والذهب في تصنيع العود.